متابعي طقس العرب، صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في مختلف مناطق المملكة خلال ساعات نهار اليوم الاثنين. نبدأ نشرتنا كالعادة بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال ساعات نهار اليوم، حيث تتفرق بعض الغيوم مع السيادة لطقس ربيعي بشكل عام، 18 درجة مئوية كحرارة عظمى متوقعة أن تسجلها العاصمة عمان. بالانتقال لتفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة، نبدأها بالمنطقة الشمالية إربد. طقس غالبا صافي، طقس ربيعي بشكل عام في عموم المنطقة الشمالية 19 إلى 8 درجات مئوية. عجلون أيضا تفرق لبعض الغيوم 19 إلى 7 درجات مئوية. بالانتقال للمنطقة الوسطى، نبدأ بالعاصمة عمان 18 درجة مئوية كحرارة عظمى، 10 درجات مئوية كحرارة دنيا مع تفرق لبعض الغيوم. الملقى 20 إلى 10 درجات مئوية، أيضا يسود طقس ربيعي بشكل عام ومعتدل، 20 درجة مئوية كحرارة عظمى، 10 درجات مئوية كحرارة دنيا. بالانتقال إلى الزرقاء 20 إلى 11 درجة مئوية، أيضا طقس ربيعي بشكل عام. أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية، نبدأها بالكرك 18 إلى 9 درجات مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. أما العقبة فستسجل 26 درجة مئوية كحرارة عظمى، 16 درجة مئوية كحرارة دنيا، مع فرصة لهطول زخات من الأمطار خلال ساعات الليل بسبب تأثر تلك المناطق بحالة جوية ناتجة عن امتداد لمنخفض البحر الأحمر. بالانتقال للمنطقة الشرقية، نبدأ برويشة 23 إلى 12 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. أما الأزرق طقس صافي 24 إلى 11 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، نتمنى لكم نهار سعيد وإلى اللقاء.